كنت اخلق وقت لشوف البروجرام لو ما كنت بنفس الوقت، بس كنت ارجع احضره بعدين. كان في متابعه كتير لنشوف كيف هالشخص اللي واقف عم يغني بكل ثقه وبكل حضور صح وبكل احساس وعرب مظبوطه واتقان للهجه وحروف ولفظ، مع انه اعمار كثير صغيره. يعني بتتعجب من وين مستمدين هيدي الطاقه او هيدا الاحساس كله. ففعلا كانت تجربه للمشاهدين مش بس للمشتري. لين هي بنت خالي، يعني في رابط قرابه كبير بيجمعني فيها. ولين انا يمكن ما كنت شوفها كثير بحكم انه هي مقيمه بالمينا بالشمال، بس كريستيان اما لالين اللي هي بنت خالي كانت دائما تبعت لي مقتطفات من اغاني مغنيتها لين من هي وصغيره، وكنت دائما انا احس انه هالموهبه اسم الله، يعني بتوعد. اكيد ما كنت عارفه مثل كثير عالم تفاجات بوجودها بذا فويس كيدز، بس كنت كثير متفائله بالخير، مش لانه بتقربني، لانه فعلا لين موهبه كبيره. الشيء الجديد السنه انه لاول مره بالعالم بينطلب ينعمل حفلات لذا فويس كيدز، كثير الناس بده يشوفوهم، فعنا ريكويست لكذا بلد لينعمل كونسرت ذا فويس للفيناليست او لاي مثلا اذا رحنا على بلد معين في مشترك من هالبلد حابين نعزمه يطلع على المسرح. الناس اشتاقوا لهم، حابين يشوفوهم، رح تشوفوهم بكذا بلد، رح نبلش بلبنان، دبي، مصر، حتى السودان، عنا يمكن نعمل المغرب، وعنا كمان نرجع بالصيفية بمهرجان البترون. اليوم الكونسرت هو اكسبيرينس للبرنامج، المشاهد رح يحضرهم كيف كأنه حضرهم بالشو، رح يكون كليتهم مع بعضهم، رح يغنوا مع بعضهم، رح يغنوا سولوز، رح يعملوا باتلز بين بعضهم، اكسبيرينس كتير حلوة. بس التحدي اللي كتير كبير انه هالولاد ما يخدوها الشغل، يعني ضل يركزوا على دراستهم، يكون هيدا موتيفيشن لا يدرسوا لا يتطوروا، مش انه خلص بلشنا نشتغل انا صرت فنان عم اشتغل، لا كتير بكير بقى. المبدعين سليم عساف، جون ماري بياشي والنجمة ألين لحود كانوا أبدوا أراء ببرنامج The Voice Kids. بدي أذكر بأنه بهذه الحلقة كان المفروض يكون معنا أيضا الناطق الرسمي باسم MBC، باسم مجموعة MBC، الأستاذ مازن حايك، ولكن لأسباب شخصية تعذر وصوله إلى لبنان، فإن شاء الله بحلقات مقبلة بستضيف مازن حايك ونغوص في الإعلام بين الإمارات العربية المتحدة، الخليج ولبنان، ورأيه بالسياسة وكافة المجالات. بانتظارك مازن حايك، أهلا وسهلا فيكم. ميرنا ولين، لين أول شيء بدي بارك لك، بدي أقول لك ألف مبروك باسم كل العرب مش باسم لبنان بس. ميرنا، نعم، بيني وبينك أوكي. ما حدا سمعنا مين كان رح يفوز باللقب، أنت مين حسيتي قبل ما أمي تقول النتيجة؟ بينك وبين حالك قبل ما أقصوك بالمرحلة الأخيرة، نعم. هيك بينك وبين ميرنا مين كان اللقب لمين؟ أنا كنت حاسة أنه أنا رح أخذ اللقب، ولكن يعني كل واحد عنده شعوره، مثلا كلنا أصواتنا حلو، كلنا أصواتنا كلش حلوة، وكل واحد يتوقع نفسه، فأكثر أكثر أكثر شيء أنا كنت متوقع أمير وزين أكثر شيء. من بعدك أنت؟ نعم، يعني أنت كنتي بتكون بالمرحلة اللقب لإليك، نعم. من بعدها أمير، من بعدها زين، من بعدها زين. نعم. زين، شو حسيتي لما لين طلعت أخذت اللقب؟ حسيت إنه شوية يعني حزنت، لين ما ربحت، ما تأهلت للمرحلة الجاية، لين يعني أنا حسيت إنه أنا اللي راح أربح، بس أكيد لين هي صديقتي وماكو فرق بيناتنا، نحن كلنا واحد، واكيد بالنهايه واحد راح يربح، بس كلنا رابحين. ما بكيتي على المسرح لما امي قالت النتيجه بينك وبين لين؟ ما بكيتي؟ نعم، خبرتها للين. كيف انت اصريتي انه يعني كنت قايله لحالك اوعى تبكي اوعى تبكي، ولا كيف؟ لا انا ما بكيت، يعني لزمت نفسي، بس انه كان عندي انه انزل دمعتين، بس بعدين قلت لا خلص انه واحد راح يربح،
بس بعدين بالكواليس لين صارت تدمع لين أنا طلعت فقالت لي إنه ما راح أشوف وجبات فدمعت إنه دمعت وياها إنه راح أشتاق لها وما عاد أشوفها بعد ف انت مهضومة كثير عن جد. شوف يعني لين وميرنا هن مثال فعلا على كيف كانوا صح مع بعضهم صح يعني. واهم شيء صراحتهم ما في شيء مخبى كل اللي بده يقول لين انت ما قبل اللقب وما بعد اللقب شو صار؟ قبل اللقب ما كنت حاسه ابدا اني راح اربح، يعني كنت شايله هالفكره من راسي بس انه اوكي وقت وصلنا انا وميرنا بتقول امي النتيجه بيفي هيك ربحت تفاجأت كمان بس انه اوكي وصلت لثلاث الفاينلز بس خلص قلت انه صراحه قلت انه زين رح يربح بس بعد ما قالت امي النتيجه تفاجأت كثير لانه ابدا ما كنت بتوقع كل شيء تغير يعني. انت كنتي بتحبي كاظم السهري يعني عينك على كاظم كان صح؟ من البدايه يعني انت جاي على البرنامج واذا حدا برم اذا ثلاثتهم بدي اختار كاظم صح ليه؟ لانه بحس انه هو في عنده خبره اكثر من تامر ونانسي. لا بس انه بيعرف اكثر من الموسيقى وبستفيد اكثر مع اكثر من تامر ونانسي. ثلاثتهم اساتذه ثلاثتهم نجوم كبار اكيد بس انه بس كاظم غير ايه يعني بفرق لكاظم اكثر من نانسي وتامر. سجلتوا الغنيه مع كاظم مالي خلق الغنيه الجديده؟ حاليا ما نعرف عن هالشيء، هاي اذا نسمعها منك صراحه رح تسجلوا غنية جديده مع كاظم السهر. انا عم بعطيكم اللي رح تعملوه قريبا ان شاء الله. حدا كان يقول لكم انه انتبهوا على الحكي، ما تقولوا هيك قولوا هيك، كانوا ينبهوكم؟ ما كنتوا تقولوا لهم يعني كنتوا تراقبوا انه حديثهم شو هن يقولوا؟ لا بالنهايه كان واضح قد ايه كان في عفويه، يعني كنا نحن عم ننتبه نحن شو عم نقول لهم. يعني كنا عم ننتبه نحن على حالنا، هن لا بالعكس اللي بحسوه اللي بيفكروا فيه، ما حدا رح يقول لهم ما تفكروا هيك او ما تحسوا هيك بالنهايه. لين انت مين معتقده كنت انه رح يفوز؟ انت اول شيء كنت تقولي انا رح فوز؟ لا الصراحه هو كليتنا ربحانين بالاخر بس ما فرق بين حدا، بس صراحة أنا كنت مفكرة إنه زين يربح. زين ليش؟ ما أعرف هيك بحس إنه العالم بيحبوه هيك مهضوم بخدوده كل بحب خدوده هيك صوته كتير حلو بيعمل. مين كانوا يدللوا أكتر شيء بالكواليس؟ ما حدا كلياتنا نفس الشيء. كان في حرص كمان أنا بعرف من زياد كان يقول لي إنه يعني كل الاكيب يعني حكمت أليكس جاي يعني كل الناس الموجودين المخرجه جاي كلهم كانوا عندهم حرص انه انتبهوا عندهم بروجكت يعني هيدي بروجكت حياتهم. وبتصور انه اخلاقيه المهنه يعني الاثكس اللي عندهم اياها بالبرنامج ايه بس برجع على موضوع نيشان، هي مش انه حدا بده يدلل حدا لانه بحبه اكثر، اوقات بتصير ليك انا ننتبه انه مثلا اذا انا عم بحكي مع حدا من المواهب طب انا يمكن ما انتبهت لموهبه ثانيه يمكن ينفهم غلط، هذا اللي عم نقوله يعني الكبير بيعرف انه اوكي امي انتبهت على اكس ما انتبهت على ايجريك انه عرفت، بس مع الصغار بدك بس تنتبه لان اذا صار في سوء تفاهم ما بدك تزعلهم يعني. صحيح. على هاشتاك اكابر عم نتلقى كل التعليقات اللي ممكن تورد عبر تويتر، مشكورين كل الاراء. في المحامي وليد نصر بيقول انه برنامج ذا فويس كيدز نقطه تحول في البرامج التلفزيونيه في الشرق الاوسط. وهيدا الشيء لمسني صح. قبل الفاصل كنت طرحت سؤال ما اعطيتك وقت لتجاوبي عليه، انت على تماس قلت لك مع اللجنه الحكم بذا فويس كيدز وذا فويس، شو اللي شفتيه انت فيك تنقلي لنا لنا؟ يمكن قصدك اللي ما بين يعني اللي ما بين لك بذا فويس كيدز نيشان الكم الكبير من المشاعر اللي كان موجود، الصعوبة باختيار، يعني هي دايما بس يكون عندك مواهب حلوة مع الكبار أو الصغار في صعوبة بالاختيار، وأوقات بحس حاله المدرب إذا هو عم يختار بحس بالذنب بمحل معين. مع The Voice Kids لمسنا فعلا كانت كتير قد ما قلك صعبة، مع أنه نحن شفنا هالشي على الهواء، شفنا قدي نانسي تعذب، نانسي وقت تهرب عن الكرسي لحتى لأنه بيكون في قرار صعب، حتى تامر كاظم يقول لهم ما بقدر نقي، يعني عن جد فعلا كان صعب.
هيدا يمكن نحن او المشاهدين شافوا قسم منه هو كتير كان صعب الاختيار، مشان هيك كان المدربين يرتاحوا بس يصير القرار بايد بايد الجمهور. ونفس الشيء مع الكبار، بس بتفرق شوي، يمكن بيصيروا يحكموا اكثر على الخبره، بيصير فيك تحكم اكثر على الاصوات. انت من وجهه نظرك اي برنامج خدم اكثر كاظم بصراحه، ذا فويس كيدز ولا The voice للكبار؟ بتعرف لأنه يعني وجود القيصر بالنسختين، وجوده كمقدمة للنسختين، انسألت نفس السؤال. بتعرف رح جاوبك عن حالي، ما رح جاوبك عن القيصر، بتخلي القيصر هو يجاوب عن حالي. بقلك أنه هو كان في فرق بين البرنامجين، هو بأعمار المواهب. يعني مع الكبار كبار عم نحكي مع فوق 17 سنة، هون عم نحكي بين 7 و15، يعني هو نفس البرنامج بس الفيدباك الفيدباك كمان مختلف، لأنه الفيدباك هون عم نشوف شيء تاني، عم نشوف عرس عربي كل ليلة سبت، وبترجع بتشوف الفيديوز كل الوقت على يوتيوب. كان مختلف أول شيء لأنه كان جديد، يعني بده يكون الواحد هيك واضح بالأمور، جديد يعني أول موسم من البرنامج، برنامج عم بيقدم مواهب صغار، يعني كمان الجديد اللي موجود كتير حلو. فكرة البرنامج الأصوات هن بيقدوا المواهب اللي كانت، نحن حبيناكم أنتو. أنا عم بحكي عن حالي كمشاهد، حبيناكم عبرهم هن من خلالهم. يعني أنتو بينتوا أكثر حلا بعيونهم هن. هذا اللي بدي لك، يعني هي التركيبة، صار كل واحد يحب كل شيء متعلق بـ The Voice Kids. صار يمكن الواحد ما بده يشوف إلا الحلو، يعني لأنه هالمواهب ما بيقدموا لنا إلا أمل وضحكة وبسمة ودموع. وأصلاً خازم يعني السهر قال بالحلقة، يعني تصريح خطير كان، قال ما أسعدت الجمهور قد صار اللي بغني، ما أسعدت الجمهور قد ما أنتوا أسعدتوا. لين قلتي لزميلي فيفيان حداد بصحيفة الشرق الأوسط بلقاء لإليك، قلتي الشهرة ما بتهمني بقدر ما بهمني الوفا. لمين الوفا؟ لشو الوفا؟ شو قصدتي؟ يعني ما الشهرة، يعني خلص يعرفوني العالم وخلص صرت شوف حالي، بس انه اهم شيء بالشهرة انه يكون الواحد متواضع ويحبوه العالم اكثر واكثر، احسن ما يضل يشوف حاله انه ما بده يشوف حدا بقى. فهذا الشيء مهم لحتى يكون معروف اكثر ويحبوه العالم. بدي حيي فيكي لهجتك الواحد، بدي حيي كل الشمال وطرابلس بلهجتك، انت شو قال الواحد يعني هيك بكل فخر، انا من طرابلس. تحيي لاهل الشمال اكيد. ميرنا شو بدك تغني؟ بدي حيي العراق كمان من خلالك، وبدي اتمنى لهم السلم والسلام يا رب، والفجعه يلي صارت قبل يومين كمان بالعراق. انت شو بدك تهديهم بصوتك اليوم؟ اريد اهدي هاي الاغنيه للكل، كل البلدان حتى تتكاتف وخاصة بلدي العراق. هاي الأغنية لحظة قد ايه عمرك انت؟ 12. ليك قولي اريد اهدي هذه الأغنية لبلد العراق، قوليها باللبنانة. بدي اهدي هالغنية لبلد العراق. الله معك، يلا تفضل. هاي الأغنية هي الفنان هيثم يوسف، أكيد أوجه له تحية. لا 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 سكر. أهلي يا عراقيين يا ناس يا طيبين، أهلي يا عراقيين يا ناس يا طيبين، خلونا نعيش أخوان، إنسان ويحب إنسان، ونلمش من البعيدين. أهلي يا عراقيين، أهلي يا نحس بيكم وأتمنى ألاقيكم، أهلي يا نحس بيكم وأتمنى ألاقيكم، تتحاضنون أحباب أهل ما بيكم أغراب، للعشرة ما ناسين أهلي يا عراقيين. الله الله على الصوت من حي العراق. لين أنت في بالعيلة خضيف من القطريب، وخاصة السيدة صلوى القطريب. أنت بتعرفي أنه آخر لقاء
عملته وقتها كانت عايشه السيده سلوى، انا عملت لها اياه، كان في برنامج مايسترو ساعتين. والبندلي هالخليط نتج من بيت الحايك صوتك انت، بتعرفيها لقالين منيح صح؟ اي اكيد بنعرفها. فينا نغني شيء لسلوى القطريب اليوم نسمع بصوتك؟ اي غنيه؟ قالوا لي العيد؟ لا عم بعمل قصدا لانه قلت لي بالبريك قلت لي لا بليز. شوفي خلف البحر، ايه هي غنية شوفي خلف البحر ل لعمته سلوى الأطيب. لعمته سلوى. لعمته الله يرحمها. شوفي خلف البحر خبري نايمي بقصور من سي وبحور خلف بحور وحكايات عم تنحكى بسهرات شدوي ودراش كل زهور وقمار عم بتدور وطرقات عم تركض ورا طرقات شوفي خلف البحر خبريات. فينا قبل ما نطلع بريك ما عندي وقت كتير نغني غنية ديو انت وياها، غنية بتعرفوها مع بعض سريعا دقيقة. اوكي شو نغني؟ اغنية تذكر اللي غنيناها. شو بدك تغني انت وياها؟ تذكر. يلا شكرا. تذكر تذكر كلما صنيت ليلا ملايينا تلوك الصخر خبزا على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزة. تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلاده. تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلادا. أنا إن مت عزيزا إنما موتي ولادا. تذكر تذكر